مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية. وسط الأحداث الساخنة اللي في مصر في كمان حاجات مهمة جدا مش لازم نغفل عنها، وهو مرض الحمى القلعية. اتكلمنا عنه كتير قبل كده بس هو لسه موجود وبيقضي على الآلاف من الثروة الحيوانية في مصر، فلازم يعني نلقي الضوء عنه أكتر ولازم نتكلم عنه أكتر. هيكون معانا النهاردة أستاذ دكتور حمدي عبد السميع، أستاذ صحة الغذاء جامعة بنها. صباح الخير. أهلا. صباح الخير يا فندم. أهلا. صباح الخير. تفشي المرض أدى لإصابة حوالي 80,000 حالة جاموس وبقر، وأدى لوفاة حوالي 20,000. ليه الخسائر الكبيرة دي؟ وليه عندنا المشكلة بتكبر ولا يتم تداركها بدري، ونقعد نستنى والفلاح هو المضرور في الحكاية، لأنه بعض الفلاحين لا يمتلك غير هي الجاموسة؟ هو الكلام الأرقام اللي اتذكرت دي اللي قدروا يوصلوا لها، يعني دي الأرقام اللي هي قدروا يوصلوا ليها. يعني احنا في خسائر أخرى غير خسائر الأرقام دي. الخسائر هي خسائر الخوف والهلع، لأن أي مزارع النهاردة عنده بقرة أو جاموسة، البقرة دي أو الجاموسة بتمثل مورد أو رأس ماله. رأس المال ده النهاردة الجاموسة أو في حدود 15,000 جنيه أو 12,000 جنيه، لما يجي فجأة يلاقي المرض يجي وإنتاج هيقل، وبعدين فجأة تموت، ولا فيقول لك أتخلص منها بدري قبل ما، فيبتدوا التجار يجوا ياخدوها في الوقت اللي إيه القاتل بأسعار مختلفة، هو بيروح متخلص منها على طول. دي خسارة خفية إحنا مش شايفينها، إنما اللي شايفينه قدامه اللي بنحصره، اللي إحنا بنحصر قدامنا حصل كذا إصابة، حصل كذا وفيات. إنما الخسارة الحقيقية هي فقد الثروة الحيوانية عن طريق التخلص منها، لأن الخسارة القريبة أحسن من الخسارة البعيد. وموضوع الحمى القلعية مش موضوع جديد على مصر، الموضوع موجود في مصر ومتوطن في مصر وظهر قبل كده في 2006 بالظبط. ما حضرتك وضحها لنا، كنت حضرتك بتقول عليه. هو ظهر 2006 بس احنا في 2006 ما اهتمناش بيه. ليه؟ طب ليه يا دكتور؟ لان نفس السنه في 2006 كان في انفلونزا الطيور، كانت ظهرت في شهر فبراير شهر مارس، فاحنا برضو ما ايه ركزنا على انفلونزا الطيور، لان هي اصابت البشر واول حاله وفاه كانت في مصر، فبالتالي كل التركيز الـ راح لها وسابوا الاف ام دي او الحمى القلعيه. الحمى القلعيه خساره كبيره جدا، خساره كبيره جدا. قضت بقى يمكن كانت اكتر من دلوقتي. حضرتك قلت كان عددها كام اياميها؟ الوزير ساعتها الوزير الاسبق الدكتور اباظه قال احنا فقدنا تلت الثروه الحيوانيه، وكانت الثروه الحيوانيه عندها تقدر بحوالي 6 مليون او 7 مليون. يعني طب ليه يا دكتور من الفتره دي ما يعني ما فيش مصل للحيوانات تاخده عشان يقيها من الحمى القلعيه؟ لا، هو حضرتك احنا علشان نشوف الاول الصح الدول الثانيه بتعمل ايه. يعني الدول الثانيه، لان المرض ده مرض عالمي مش مرض مصري او مرض متوطن في منطقه الشرق الاوسط، ده مرض عالمي. احنا عندنا في العالم كله في منظمه اسمها منظمه الاوبئه، المنظمه دي مقرها باريس. دي بتعمل خريطه وبائيه للعالم كله، تقول العالم كله ايه الامراض اللي هي المنتشرة وبتنتشر بسرعة. مرض الحمى القلعية، طب المرض ده له نعمل فيه ايه؟ فبيبقى فيه نشر على مستوى العالم كله. فمنظمة الأوبئة قايلة ان المرض ده مرض من الأمراض اللي يجب ان يبلغ عنها. يعني في اي دولة في العالم بيبقى فيه مسؤولية المواطن او مسؤولية المربي او مسؤولية الطبيب البيطري، في مسؤولية أخلاقية. ايه هي؟ بمجرد ما بتظهر حالة اروح متصل بالسلطات، انا عندي حالة حمى قلعية، تبتدي السلطات تتوجه كلها الى الحاله وتحصرها في الاول. دي اسمه الامراض اللي يجب ان يبلغ عنها، العالم كله بيعمل كده. مصر ما فيش كده، دي نقطه. النقطه الثانيه ان مرض الحمى القلعيه ده بيعتمد الخطوره بتاعته على ثلاث حاجات. ايه هي يا دكتور؟ العتره بتاعه الفيروس اللي بيصيب الحيوان، اللي ايه فن؟ العتره اللي هي السلاله. في العالم كله 7 سلالات. منظمه الاوبئه برضو محدداهم A و O و C، وهي سات 1 سات 2 سات 3، وفي حاجه اسمها اشيا 1. احنا عندنا سات 1 وسات 2، دي منتشره بقى في منطقه افريقيا كلها. بيحدد الخطوره الثانيه عمر الحيوان. كل ما كان الحيوان صغير كل ما الوفاه بتزيد، ونسبه الوفاه دي كلها في العجول. لان بيصيب مش بس بيعمل حراره ويمنع ان هو ياخد الحليب بتاعه او كده، لا ده بيصيب عضلة القلب فبيموت العجل على طول. تالت حاجة في الخطورة بتاعتها إن هو بيصيب الأبقار والجاموس والخنازير والأغنام والماعز.
بنجده في مصر بيصيب الابقار بشده والجاموس اقل مناعه شويه، يعني عندها مناعه شويه، عندها مناعه اكتر. الا ان المره دي لاحظنا ان الجاموس بقى يصيب زي البقر. ليه يا دكتور؟ يعني مناعتها قلت؟ ما مش من يعني في عترات جديده، يعني ما عادتش بقى جديدة سلالات جديده ظهرت من المرض. فبقى تحور الفيروس. فالفيروس تحوره بطريقه رهيبه جدا، يقدر يتحور. وبعدين احنا في مصر هنا ما عندناش تحكم في الحدود. الحدود ده المرض ده عابر الحدود وعابر للقارات، احنا ما عندناش تحكم. وعدد الاطباء البطريين كافي؟ لا 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 لا، عدد الاطباء غير البطريين غير كافي، لان المفروض وظيفه الطبيب البيطري له دورين، يمنع الامراض اللي بتتنقل للانسان عن طريق الحيوان، ودي مهمه جدا لها صحه عامه. بيحمي الانسان من ان هو يصاب بامراض الحيوان اللي توصل حوالي 250 مرض. 250 مرض بيتنقلوا من الحيوان الى الانسان سواء بالاحتكاك او بالاكل، يعني اكل الاغذيه تتنقل عن طريق الغذاء، ودي خطيره جدا. طيب عشان ما توسعش يا دكتور في موضوع الاطباء البيطريين، انا بس عندي سؤال محدد عشان بس ايه نحاول يعني ايه نلم الموضوع نبقى عارفين هو حدوده ايه. حضرتك قلت انه احنا خسرنا حوالي تلت الثروه الحيوانيه في 2006. طيب من 2006 ل 2012 ايه اللي حصل؟ الثروه الحيوانيه عندنا طلعت زادت قلت؟ وصلنا فين دلوقتي عشان نقدر نتكلم؟ طيب ايه المطلوب؟ نقدر نوصل لايه المطلوب بعد كده؟ المطلوب احنا ما عندناش تسجيل حقيقي للثروه الحيوانيه. تمام. ليه؟ لاسباب كتيره جدا. انا عندي 80% من الثروه الحيوانيه في مصر في ايد الفلاح، في ايد المزارع، و20% في شكل تجمعات حيوانيه، شكل مزارع. يعني انا لو بقول مثلا انا عندي 9 مليون راس، انا بتكلم على بقر وجاموس مع بعض في نفس الوقت، او 8 مليون، بشوف حوالي 5 مليون في ايد الفلاح. الفلاح ده ما تقدرش توصل الا اذا كنت انا عامل تامين للحيوان، ودي النقطه اللي ممكن احنا الوزاره تتبناها وتقول كل فلاح عنده بقره او جاموسه انا هعمل له تامين، بحيث ان هو يدفع مبلغ معين والدوله في حاله فقد هذا الحيوان تديله، هو بالتالي هيبادر ان هو يروح فين؟ للدوله. يبقى اول حاجه هيسجل الحيوان بتاعي. طالما سجلت الحيوان يبقى انا عندي دليل، عارف خريطه الحيوانات في مصر ايه. بالظبط. الشيء الاهم ان انا عندي الوحدات البيطريه في كل قريه، كل قريه فيها وحده بيطريه او اكتر من قريه، كل 3-4 مثلا ممكن يبقى لهم وحده مجمعه. الوحده دي هي عين وزاره الزراعه وعين الهيئه العامه للخدمات البيطريه على الثروه الحيوانيه. اذا كنت انا عايز افعل الثروه الحيوانيه واعرف راسي من رجليا، عيني على الوحده البيطريه، اروح الوحده البيطريه اعمل تسجيل لكل الحيوانات اللي موجوده زي زمان كان بيحصل. على فكره الكلام ده كان بيحصل مثلا من 20 سنه. كان بيجي برنامج اسمه برنامج تحصين، احنا النهارده هنحصن مثلا الشهرين دول هنحصن عن مرض الحمى القلاعيه. ليه؟ لان ابتدت الحمى القلاعيه تظهر في الدول اللي جنبينا، فعلشان ما تظهرش الدول اللي جنبينا نعمل وقايه لينا. فبتبتدي الحملات تنزل المحافظات كلها تحصن. وكان بيحمي الثروه الحيوانيه منها. موضوع التحصينات ما عادش يتم. ليه بقى؟ خلاص لحاجات كتيره جدا. عدم اهتمام الدوله بيه، مش اولويه، ودي برضو مشكله. الشيء الثاني بقت مباحه عمليه استيراد الحيوان، بقى مباح. النهارده اي واحد عايز يجيب حيوان من اي حته ما حدش يقول له انت جايبه ليه. طب استيراد الحيوان يا فندم، انا عايز اقف عند جزئيه استيراد الحيوان دي. عشان كان بيتقال كلام كتير جدا عن انه نربي الماشيه في دول تانية زي دول افريقيا ونجيبها بعد كده عندنا بعد فترة حجر صحي تقريبا أسبوعين، وفي الآخر برضو بعد ما بتيجي هنا بيكتشفوا إن هي عندها الحمى القلاعية. طيب هي الثروة الحيوانية عندنا في مصر مش مهمة قوي كده؟ ويعني إزاي هي مش مهمة وإزاي كيلو اللحمة بقى ب75 جنيه؟ عزيز. يعني التفاوت ده جاي من إيه يعني؟ جاي إحنا ما عندناش أولوية. أنا بقول لحضرتك أنا حدودي منتهكة، زي بالظبط الفكر العسكري ان النهارده الدفاع خير وسيله للهجوم. انا حدودي ايه لما اجي ادافع عن حدود بلدي؟ حدودي هي بره بلدي. نفس الشيء بالنسبه للميكروبات، دي ميكروبات انا ما بشوفهاش بعينيا، لانه اكيد بعد الاتهامات انها بتيجي انه في مشاهير تهرب من اسرائيل ومشاهير تهرب من ليبيا. يبقى اذا انا اعمل ايه؟ اعمل اتفاقيه مع دول الجوار، لان اللي يمسهم يمسني في هذه الجزئيه. اعمل خبراء مصر مع خبراء السودان، خبراء في اثيوبيا، ونقعد مع بعض على مائده مستديره نقول احنا عندنا وباء الحمى القلاعيه، لو ظهر في اثيوبيا هيجي لي. نعمل ايه؟ نقعد مع بعض نحط خطه تحصين. هم عندهم ثروه حيوانيه كبيره جدا وعندهم مراعي كبيره جدا. انا في مصر عندي عقول بشريه وعندي افكار وعندي ابحاث علميه متميزه، اروح لهم. هم عندهم الثروه الحيوانيه وانا عندي الفكره.
اعمل ايه؟ اطبق الفكر بتاعي بالاتفاق مع المنظمات الدوليه زي منظمه الاوبئه العالميه. بالتالي بقدر اضمن على مصر ان انا حميت حدودها الخارجيه من اختراق اي انواع من الامراض. ده احسن واجدى من مافيا استيراد اللحوم المستورده. لان دي مافيا تانية خالص. المافيا دي اللي بتروح تستورد كيلو اللحمه بيقف ب 15 جنيه وتبيعه ب 30 جنيه. تمام. يعني دي 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 هي دي هي العقبه الوحيده لتنميه الثروه الحيوانيه في مصر مافيا مستوردي اللحوم المجمده. اللي هم عايزين دايما يجيبوا لحوم من بره وبعدين يسيبوا الثروه الحيوانيه في مصر تضيع. تمام دكتور. في سؤال مهم جدا، تايم الفقره خلص بس انا عايزه اساله حضرتك. دلوقتي الالبان ومنتجات اللحوم اللي احنا بناكلها وفي ظل الحمى القلعيه دي اخبارها ايه؟ لا هو احنا اولا المرض ده ما بيتنقلش للانسان، ما ثبتش ان هو بيتنقل للانسان. الشيء الثاني ان هو المرض خطورته ان بيظهر في الحليب قبل اربع ايام ما يظهر في اعراض الحيوان. فاحنا بننصح ما فيش حد يشرب حليب خام، لازم يغلي الحليب طبعا. تمام. دي شيء اساسي يعني. تمام يا دكتور. استاذ دكتور حمدي عبد السميع استاذ صحه الغذاء بجامعه بنها، بنشكرك جدا ونتمنى انه يبقى في حصر للظاهره والناس تهتم بالثروه الحيوانيه عشان كلنا ناكل لحمه بدل ما اللحمه ما بتخشش بيوت بالثلاث شهور. نشكرك يا فندم. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا، وتابعونا لسه مكملين معاكم وباقي فقراتنا. هارك سعيد.